السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوائل دي جي، مع حصة جديدة من حصص اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي، المقطع الخامس الصحة والتغذية، تحضير الناس فهم المنطوق، التبرع بالدم، صفحة 77، أشاهد وأتحدث زائد الثامن الصيغة زائد أنتج شفويا. أشاهد وأتحدث، استحضر ما سمعت في النص وعبر عن المشهد. ألاحظ في هذه الصورة شاحنة ملونة باللون الأحمر والأبيض مكتوب عليها جملة: حياة الكثيرين متعلقة بالقليل من دمك. هناك أيضا والد مع ابنه بعد أن عاد من المدرسة، ويبدو أن الوالد ذاهب إلى الشاحنة للتبرع بالقليل من دمه. أستعمل الصيغة من المحتمل: تعثر كثيرا لما سمعت وقلت لأبي. من المحتمل أن تنقذ بالقليل من دمك الذي تبرعت به حياة شخص بحاجة إليه، فهل يمكن أن أقدم قليلا من الدم أنا أيضا؟ قل جملا على نفس المنوال مستعملا من المحتمل: من المحتمل أن تتحسن حالة المريض بعد تلقيه العلاج المناسب. من المحتمل أن لا تنجح إذا استمرت في استهتارك وعدم مراجعة دروسك. من المحتمل أن تتساقط الثلوج لأن الجو بارد جدا. من المحتمل أن يزداد تلوث الجو بسبب تصرفات الإنسان الطائشة. أكمل الشطر الناقصة مستعينا بالصور مستعملا من المحتمل: أن تمرض إذا خرجت دون. من المحتمل أن تمرض إذا خرجت دون معطس في المطر. أن تخف آلام حلقك إذا. من المحتمل أن تخف الآلام حلقك إذا شربت الدواء بانتظام. إذا تناولت الطعام بشراهة ف. إذا تناولت الطعام بشراهة فمن المحتمل أن تصاب بمرض السمنة. أنتجوا شفويا. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يعرف قيمتها إلا المرضى. تحدد كيف نستغل عافيتنا لمساعدة المرضى، وعن أهمية التبرع بالدم لإنقاذ أرواح المصابين. استعن بهذه العبارات: الأصحاء يمكنهم تعويض ما خسروه من دم، يحتاج مرضى فقر الدم إلى الإمداد بهذا السائل الحيوي بانتظام. لا يمكن الحصول على الدم إلا من المتبرعين. التبرع بالدم هو جوهر عمل إنساني نبيل، يساهم في إنقاذ الكثير من الأرواح والمرضى الذين هم بحاجة ماسة إلى قطرات من الدم ليعيشوا، وإلا سيفقدون حياتهم. للتبرع بالدم أهمية كبيرة في إنقاذ أرواح المصابين، فيمكن للأصحاء التبرع تعويض ما خسروه من دم. فيمكن للأصحاء بعد التبرع تعويض ما خسروه من دم، ولا يسمح لجميع الناس بالتبرع إلا من بلغ السن القانوني. كما أنه من اللازم أن نستغل عافيتنا لمساعدة المرضى الذين لا يمكنهم الحصول على هذا السائل الغالي إلا من المتبرعين، ويحتاج مرضى فقر الدم إلى الإمداد بهذا السائل الحيوي بانتظام. وهناك عدة أسباب تحفزنا على التبرع بالدم، مثل أنه عمل إنساني كبير ولا يمثل أي ضرر على صحة المتبرع، كما أنه يعد صدقة وزكاة في ديننا الحنيف. لذا يلزم على جميع الأصحاء القادرين على التبرع أن لا يحلموا منه هم بحاجة إليه، فقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم إثنان صدقة وصلة. وهكذا أعزائي التلاميذ كنا قد وصلنا إلى نهاية فيديو لا رسول الله، وشارك من القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.